قليل جدا يوم ممكن نلاقيها في أماكن كتير. حد فيه عنده إخلاص للمكان، بيشتغل للمنظومة كلها عشان يسعد الجماهير الكبيرة زي نادي الاتحاد. من الحاجة المهمة جدا إن أنا بشكر بيها جمهور نادي الاتحاد واسكندرية عموما، إن كان في إحساس متواصل بيننا وبين جماهير الاتحاد إن إحنا نكون متواجدين، وإن في رغبة كبيرة من طرفين سواء من الجماهير أو إحنا، إن إحنا نكون لنا الشرف نكون معاكم في نادي الاتحاد. لأن في حاجات أساسيات في كرة القدم في مصر، في أعمدة أساسية وهي إن في أندية مهمة جدا في مصر في الكرة المصرية، يعني قلنا الأهلي والزمالك، الاتحاد، الإسماعيلي، المصري، الأندية دي كبيرة جدا ومهمة جدا، فنادي الاتحاد عمود فقري في الكرة المصرية. فكون إن إحنا نتولى ومسؤولين الناحية الفنية عن نادي الاتحاد، فدي حاجة تشرفنا، والطموح والحاجة اللي هي متوافقة معانا من الطموح اللي موجود، أعتقد إن هو موجود بنفس الشكل سواء مجلس الإدارة، أستاذ محمد مصيح مجلس الإدارة، الناس جمهور الاتحاد اللي متحمس جدا لناديه، الجهاز الفني اللي موجود، قعد لو سمحت، الجهاز الفني اللي موجود طموحنا كبير يوازي طموح جميع نادي الاتحاد ويوازي مجلس إدارة نادي الاتحاد. فدي من ضمن يعني انا شايف اسباب نجاح ان شاء الله، وفي تعاون وفي طموح. كان ممكن من الوارد ان ممكن يكون الطموح موجود في مجلس اداره يكون قليل عند الجهاز، ممكن العكس، ممكن نفس الشيء الجمهور طموحه كبير لكن العناصر الثانيه ممكن تكون اقل، لكن لما يكون الامور متساويه وبشكل الصوره الايجابيه، فاعتقد ان دي من الاسباب اللي ممكن تساعدنا ان شاء الله على النجاح. انا بختصر ان الجهاز الفني اللي موجود الناس كلها عارفاه، كابتن ابراهيم حسن، كابتن طارق سليمان، كابتن حسن مصطفى، كابتن عماد المندور، كابتن وليد بدر، الجهاز الطبي اللي موجود اللي سواء اللي معانا الدكتور محمد علان او الاخوه المتواجدين في الجهاز الطبي، اعتقد كل الناس عارفه الجهاز. اشتغلنا في انديه كبيره، اشتغلنا مستوى الدوري الحمد لله، منتخب الاردن خارج عمان، فالحمد لله من الخبرات اللي موجوده سواء في التدريب او الفتره اللي فاتت الحمد لله اللي احنا لعبنا فيها كوره، اعتقد احنا عارفين كل الامور اللي ممكن تساعد على